وسيستم ونظام، واحد هيكسب هتروح فين، هتخسر هتروح فين، حاجات طب كتيرة كلمنا مختلفة. عن أول ماتش ليك مع النادي الأهلي وبتواجه فريق الزمالك، حساباته وكواليسه أكيد مختلف، تفتكرها أكيد. ما هو ده آه عملت إيه بقى؟ لا أنت بقى كسيد شخصية بقى بتواجه فريق الزمالك لأول مرة مع النادي الأهلي. يعني أنا مش من اللعيبة اللي ليها طقوس صعبة، يعني دايما ببقى بحب شوية هدوء كده قبل الماتش، مش أكتر من كده. ما بحبش ابتدي اول ماتش في السكور، تمام؟ احنا عندنا بيبقى اي بي سي او اكس واي زد، دول بيلعبوا دول، يعني اي بيلعب اكس وواي وبي بيلعب واي وزد بيلعب سي، فما بحبش اكون البدايه. احب اخش في المود كده وزميلي بيلعب ايا كان هو مين. انت اللي بتختار يا كابتن؟ لا يعني لا، بس كان بيبقى بالاتفاق مع الجهاز الفني، يعني تمام. ان هو ايه مين اللي إيه اللي يبدا؟ بيريح إيه اللي بيريح اللعيب، وهم بيحاولوا يعملوها عشان اللعيب يبقى نازل عنده اريحيه شويه وبيلعب زي ما هو طيب. عايز، فالدنيا بتبقى اسهل له. بسيطه يعني. فكان لسه اول احتكاك بيني وبين الجهاز الفني هنا في النادي الاهلي في اول بطوله رسميه. اول بطوله رسميه كانت انديه عربيه، بس اللي حضرتك بتسالي عليه اللي هو اهلي وزمالك كان قصه تانية. فانا قلت لهم انا بحب ان انا اخش في المود الاول. الدخله دي بتخليني بقى مش، يعني يمكن انا من اللعيبه اللي ممكن تبدا بخساره الاول. يعني حته الريمونتادا دي حصلت معايا ياما، بالذات 3-2، عشان احنا عندنا الماتشات من اللي يجيب 3. بالظبط. فانا 3-2 دي الحمد لله كتير حصلت يعني. معايا كتير، فكانت مشكله شويه. بس مقلقه برضه 3-2 دي زي نتيجه النهارده. لا ده احنا بنبقى طالعين من خور مدرب. الموضوع صعب بصراحه. ففي منهم يعني الاول مره كان بطوله انديه عربيه، ده اول حاجه. بس ما شاركناش ساعتها ضد الزمالك، الزمالك خسر في السيمي فاينال واحنا كسبنا البطوله. الماتش بقى بتاع الاهلي والزمالك حسيت فعلا بالضغط، يعني اول مره، يعني حتى لما كان الفاينال كان مع قطر في الانديه العربيه ما كانش فيه ضغط. لما جيت العب اهلي والزمالك ابتديت احس، وانا دايما في الاوضه كنت ببقى قاعد مع اشرف صبحي اللي هو كابتن. فعلا وزير الشباب والرياضة. لا 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 مش اشرف صبحي. لا مش اشرف صبحي. ما هو اشرف صبحي ده اللي عايزه. طيب مش كويس. اشرف ده يعني هو طبعا من وانا في المنتخب بقعد معاه، فلما جيت اقعد معاه ابتدى ينقل لي شويه توتر كده وبتاع، فانا ما كنتش فاهمه لحد ما ابتديت العب وعرفت بقى الضغوط من جايه منين يا كابتن. يعني انت بتقول حسيت بالضغوط، الضغوط جايه من في تواجد جماهيري، بتتكلم على ضغوط من المدربين، بتتكلم على ضغوط من الاداره، بتتكلم على ضغوط من انت نفسك بتقلق الضغوط ديت، لكنك بتعرف انك بتلعب في النادي الاهلي ودايما النادي الاهلي بيلعب على رقم واحد. في الاول ما كنتش متخيل، يعني مش عارف القصه هي جايه منين. بس فعلا لما ابتديت اكبر ويعني واخش جوه الاهلي قوي، لا هي جايه من كل حاجه، كل اللي قلت عليه ده، كل حاجه. يعني نبتدي بالاداره، الاداره بتوفر لك الامكانيات اللي ما فيش نادي بيوفرها لك في مصر، تمام؟ فسعادتك كلاعب يعني مطالب ان انت تعمل نتيجه. صحيح. عندك جمهور ما فيش زيه في مصر، مطالب ان انت تعمل له نتيجه. عندك جهاز فني بيعمل لك اللي انت ما تحلمش بيه، تمام؟ فبرضه مطالب ان انت تساعده بالنتيجه. انت الحاجه الوحيده اللي تقدر تعملها كلاعب في اي ايفنت او في اي لعبه في النادي الاهلي ان انت تقدر تكسب للنادي او تقدر تجتهد على قد ما تقدر بحيث ان انت تعمل النتيجه اللي النادي مستنيها. تمام. لو في حد بيأثر خلاص، يعني النتيجه مش هتبقى مطلوبه. انما لما الكل بيكون بيجتهد في السكه دي وكله عنده هدف واحد، فخلاص انت كلاعب انت الماده الخام بتاعه اللعب. مظبوط. فانت المفروض ان انت تسعى ان انت تحقق النتيجه دي بدل عندك الامكانيات. لو ما عندكش امكانيات هيبقى عندك مطالب. عذر.